تفسروا لي راه كان عبد الدور نتاعك؟ هل الرقي في الشيرة ديال في راسك والسلسلة والكورنيطة والخور؟ انت انسان في تاعك انت وراك رايح، لماذا لا تصلي؟ لماذا لا تعبد الله؟ أخلقت لهذا العثر؟ أخلقت لغاية إسلامية ومهمة عظيمة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تبي حتى تذكرك شيخ عبد الله عشرينات ما عليك هذا زين شيخ عبد الله يحب الحنون ومغتسل ها تعال تخدم ما كاش خدمه خدمه كاينه وهذه ما كاش خدمه راه فيها ديوان وحده اخر الله يستر خطبه ما خدمه كاينه واللي راه حدث في المنبر يقرا ويخدم وين العيب وين العيب ويسترزق وكيف تخدم والله ما طردوني يا جماعه ما طردونيش ما طردونيش ياكلوا في لحمي ليل ونهار ولا خدام ولا نقرا ولا امام ولا مشكله ولا مشكله امام ويتاجر امام ويشري امام ويبيع العين العين واللي حابين يوصلوا ليه يقول له اه الله جبرك بلا رويتي كون غير كعبات وصفرك قال اه في نفس هذه خاصه يعطي لكم انا والله جبار ما فيش ولد ما فيش ولد نروح للغابه نجيب الحطب نلمو 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 وندير بيعو في السوق وندخل السوق هذا مقابل صبحي وندخل السوق وتشوفني في السوق ونروح نقول لهم لقيته في السوق يبيع ويشري صار ولا شيء وكي نقول له هكذا يا ودي الجوال هذا غير بيك يدك بيك وكذا 58 مليون شغل اللي جابوا هذا أخضر والخضر ماهيش حلو بيع الخبز بيع الشيء بيع مع الناس حمد بصح شريف لأني حطيت أنا أحبكم حزمة حزمة من حطبي هذا في البخاري فليذهب إلى السوق فيبيعها خير له من أن يسأل الناس وعلي بزاف 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 أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه كاين الصباط وكاين الهركاس اخدم قال لهم اخدم بالصوت وحاسب البطال ولبس الهركاس وجيب ربي الصباط وصبيح وهم الناس كانوا عندهم مال البارح واللي ما رضاش على الله استقصي يقول لك خدمت هذه وخدمت هذه وخدمت هذه وخدمت هذه واللي ما ربي فتح واللي راك طالع وتقول لي الجامعه وتلقى صبيح ويفتح ربي وتلقى خدمه وتلقى مشروع وتلقى عمل وبالصبر واليقين خاص على القرون ضرب في القرون ما كاين والو يقولوا شنو عايشين هذا يروح يموتوا خدمه هذا ما يموتوش خدمه هذا يعبدوا ربي خير لهم وكي يعبدوا ربي ربي يتولاهم بعنايته وحفظه وربي يرزقهم وربي يسددهم وربي يرشدهم وربي يفتح عليهم باب الخير سبحانه عز وجل ويعني ربي هذا الشباب من فضله ونعمه والباب ولا شيء واليوم راكم ولا موسى وكذلك النهار وراكم جايين وديروا باذن الله الدار وديروا النساء وتتزوجوا وتكون تكافل وتكون امور بيد الله عز وجل احسنوا الظن بالله وتوكلوا على الله واخلصوا الدين لله وصاحب النيه الطيبه والله رب العالمين يخليه اقسم بالله رب العالمين لا يتركه سبحانه عز وجل اشهر الفاضل تفاؤل تفاؤل في آخر إن شاء الله وتخدم بإذن الله وتدير مستقبل بإذن الله وتسعد الأيام بإذن الله أنا كل سنة يقولون عندكم بترول خاص والبلاد تباعت وإحنا كنا وكنا نخلو عليكم أنا كل سنة يقولون لي الناس أنا نخلو عليكم البلاد راح تكون فيها والو مثلا وإحنا في وقتي كان يقولون لي هذا الكلام في وقتي أنا كنت أنا عندي 15 تخيلهم كيف شنو غيرهم؟ البلاد يبيعوا وبيبيعوا وتباع وتقاوم وانا نخبو عليهم حنا كبرنا نخبو عليهم وش راح يصير لكم؟ تخدم معايا انت انت بيدك رزقي انت تخمم انت عليا تخمم انت على مستقبلي انت ربي تخمم عليا بهذا وفي السماء رزقكم وما توعدون ارزاقنا ارزاقنا ما هي بيد البشر مستقبل
مستقبلنا ما هو بيد البشر، والغيب اللي راه جاي نحن لا نعلمه. هولونا هولونا نكبر، وما رحناش وراء البحر. وبالمناسبة وربما صحبي مع صحبي وانا قاعد في الجزائر مثلا ومانيش شديد ونضرب في الشتاء، انا نبدا في العلاقات الان راهم يخدروهم بهذا الكلام. كاين المخدرات وكاين المخدرات، مخدرات يبلعوها ومخدرات يسمعوها. واش ندير انا دابا متخيل بحياتي؟ لا لا، حياتك اولى من موتك، عندك فرصه تصبح امور معك وتروح للجنه. والامور الدنيويه كل واحد قبل ما ينتقل الى الله يدي نصيبه باذن الله. فما من نفس منفوسه عائشه لن تموت حتى تستكمل اجلها ورزقها الذي كتبه الله لها. من الاخر تعلم العقيده وتعلم اليقين والايمان. اما المخدرات كانت هذه غير بوجهي، ويساعد ربي الايام بماذا؟ يساعد ربي الايام بطاعته والعوده اليه عوده صحيحه جميله حسنه. كيف الشباب ذكرهم بالله، فكلنا مسؤولون ونصحوا لهم وكلمة طيبة قول الله يهديك. خلي عليك الشهادة، طالب مخطوع مسدود. الناس قبلك جربوا وباقوا بفشل، عد إلى رشد. الله يحفظ هذا الشباب، الله يطول أعماره في طاعة الله، الله يفتح عليهم باب الخير، الله يسددهم ويصوبهم، والله يرشدهم والله ينبههم والله يحفظهم من الشهوات والشبهات، والله يجعلهم ذخر لهذه الأمة. يا شباب انا اسال الله لكم العافيه والسداد والصواب، واسال لكم الحياه الرغيده، اسال لكم الرزق الحسن الجميل، وان يمتعكم الله بالصحه والعافيه، وان يوفقكم لكل خير. ابناؤنا بناتنا الله يطول اعماركم في طاعه الله، والمستقبل امامكم بطاعه الله، والمستقبل امامكم بالإسلام وبالإيمان وبالسنة وبالقرآن.